الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالنحلة لا تدخل إلا طيبا، ولا تقع إلا على طيب، ولا يخرج منها إلا طيب. سيدنا عيسى عليه السلام مر مع الحواريين، كانوا يمشون في الطريق فشاهدوا جيفة، فأسرع الحواريون ووقف سيدنا عيسى أمامها وقال لهم: تعالوا. فجاءوا إليه، قال: ألا ترون شدة بياض أسنانها؟ قالوا: يا نبي الله، ما رأيت يعني من كل هالجيفة المنظر والرائحة، ما رأيت إلا أسنان البيضاء. قال: أنا رأيت ما رأيتم، لكني عودت لساني ألا يقول إلا الشيء الحسن. هذا تدريب يا أخوان، تدرب أنك أنت ما تذكر إلا محاسن الأشياء. هذا إذا كنت قاعد على صفرة وفي أكلة ما بتحبها، بس في أكلتين بتحبهم، فأحكي عن اللي بتحبهم. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله، وإن عافه تركه. ما بيحكي، ما بيعلق إنه مو طيبة مالحة. قد يكون الطبخة مو ناجحة، يعني طابختها ما نجحت في طبخها، بس في مثلا الصحون مرتبة بترتيب جيد. احكي على ترتيب السفرة، ولا تحكي على نوعية الطبخة. دربوا يا شباب عشان الدعوة إلى الله، يعني تدربوا أن لا تقولوا إلا الشيء الحسن. مرات أنت تلتقي مع إنسان، هالإنسان بيكون يعني في من المساوئ ما الله به عليم، بس كمان في شغلة منيحة، أحكي عن هي الشغلة المنيحة. هو الجميل ينبغي أن يذكر وأن يشهر وأن يعلن، والقبيح ينبغي أن يستر وأن يخفى وأن لا يذكر، لأن الرذيلة إذا قطعتها عن الضوء والهواء ذبلت وماتت، بس إذا طالعت أنت على الضوء والهواء بتكون عيشتها. فيقول يحيى ابن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. هو الأصل أنت أن تجتهد أن تكون نفاعاً لكل من حولك، حتى تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم المؤمن، ورحم حتى غير المؤمن. يهودي كان يخدم غلام يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مريض، راح النبي صلى الله عليه وسلم زاره، رآه في النزع، قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الغلام نظر لأبيه قال: أطع أبا القاسم. فالولد آلى هذا الشاب ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. حتى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم رحم لهم، قال: يوم القيامة لما يقف الناس ينتظرون الحساب ويطول الانتظار، فيذهبون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، سلنا ربك أن يقيم الحساب. يقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. بيروحوا عند سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، بعدين يقولون: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأذهبوا إلى قوائم العرش فأسجدوا، فأحمد الله بمحامد يعلمونيها.
يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال ثم يقوم الحساب. فحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينفع الكافرين بالآخرة بأنه يقوم الحساب عشان ما يبقون. إلا أنت تجتهد أن تكون نفاعا لكل من حولك، ما استطعت أن تنفع من حولك افعل، وابدأ بالدائرة القريبة، يعني انفع أمك، انفع أباك، انفع أختك، انفع أخاك. لازم إذا سألنا عنك أمك وأبوك يقولوا الله يرضى عليه، والله منستفئد له، والله يعني يسبب لنا الخير. لازم أخوك وأختك، لازم زوجتك وأولادك، لازم نسأل إذا سألنا عنك. أما بالمسجد منيح بس بالبيت مالك منيح، سامحني أنت حقيقة مو منيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فهلأ أول شيء انفع الدائرة القريبة، بعدين الدائرة اللي أوسع، رفقاتك لازم ينتفعوا منك. فكروا يا شباب كيف تنفعوا أصحابكم، يعني أنت أي رفيق لإلك أنه أنا شلون بدي أخدمه، شلون بدي أنفعه، شلون بدي أقدم له شيئا يعني يستفيدوا منه. فكر هيك دائما. هلأ كثير من الناس يأخذون، بس أنت تدرب أن تعطي، وسعادة العطاء أكبر من لذة الأخذ. معلمك بالشغل فكر كيف بدك تنفعه، جيرك فكر كيف بدك تنفعه. أفضل نفع ما كان يمشي معه في الدنيا والآخرة. هلأ إذا هديته غرفة نوم نفعته أنت وشغل كتير منيحة، إذا هديته براد نفعته، إذا أعطيته الملخص تبعك ينقله نفعته شغل كتير منيحة، إذا أعطيته المحاضرات اللي غاب عنها نفعته، إذا درسته مادة نفعته. بس هذا النفع كله له حجوم، يعني هلأ درسته مادة النفع تبعها لحد ما يقدم فحص يأخذ علامة جيدة وخلص، بجوز تضل كم معلومة يعني في ذهني وبعدين ينتهى. شايف غرفة النوم يعني تنفعه 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، بعدين خلص بغيره. منيحة يعني غرفة النوم بس هيك نفعه. هديته براد نفعه كمان 20-30 سنة 40 سنة، بعدين بيهديه لغيره أو يعني بيستغني عنه. بس هلأ إذا أنت دللته على الله، إذا دللته على ذكر الله، إذا دللته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دللته على مجالس العلم، هذا النفع سيبقى معه في الدنيا وفي الآخرة. شيخنا عليه رحمة الله كان يحكي لنا عن والده الشيخ أمين كفتارو. قال أبي كان عالم كبير، قارئ ودارس وحافظ، بس ما كان سلك على شيخ تربية، علم بس يحفظ يعني حافظ علم. قال فأخلاقه كثير صعبة، أمه نتقلون أنه كان لما يطلع خلقه وهو شيخ وعالم وعنده يعني حافظ كثير كتب، بس لما بيطلع خلقه مثلا بيكسر الطاولة قدامه، بيطلع خلقه بيصرخ باللي حواليهم، بيهربوا بيخافوا منه كثير. قال شيخنا يقول إلى أن لقي شيخه الشيخ عيسى الكردي، هذا شيخ تربية شيخ ذكر، فالشيخ علمه الذكر والشيخ صار يتابعه أخلاقيا وروحيا. فوالدته لشيخنا بتقول له يا ابني أبوك انقلب انقلابا كاملا لما صار في له صلة مع الله عز وجل، صار بيغضب بس طريقة غضبه مو مثل لما كان بلا صلة مع الله عز وجل، صار بينزعج بس طريقة تعاطيه مع الانزعاج مو مثل لما كان من دون ذكر من دون صلة مع الله عز وجل. فأنت إذا علمته على الذكر بتكون نفعته في الدنيا ونفعته في الآخرة، علمته على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفعته في الدنيا وفي الآخرة. هلأ مع هيك قد ما بتستطيع تقدم لرفقاتك، لأرحامك، لجيرانك، لمعارفك، للغرباء عنك، إذا طلعت بالسرفيس فكر كيف بدك تقدم خدمة للي قعد جنبه بالسرفيس. رحت رحلة 3 أيام مع رفقاتك بالشغل، فكر كيف بدك تقدم لهم خدمة، ولعل هذه الخدمة تكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. على كل الأحوال المؤمن نفاع، يفكر كيف ينفع الآخرة. يعني عم بيشتغلوا بالصناعات مثلا، فكر أنك تصنع صناعة تنفع الناس مو صناعة تضر الناس. يعني عم بيجيب بضائع تجارة، فكر كيف بدك تنفع الناس. الزبون يلي بيجي عندك على المحل فكر كيف تنفعه.
مو كيف تأخذ ماله. النظرية الرأسمالية بتخليك تفكر كيف تأخذ ماله. لذلك هلا بدورات المبيعات، محور دورات المبيعات انه كيف بدك تقنع الزبون بحاجته لهذه السلعة لو هو مو محتاجة. يعني مين هو البائع الجيد يلي بيقدر يقنع الزبون بحاجته لهالسلعة لو هو ما بده اياها. هلا هذا الاخ مثلا ما بده لفة، انه انا بدي اقعد معه بدي اقنعه انه اللفة منيحة واللفة ممتازة وانت بتحتاجها وبتخدمك وكذا. شايف اذا اقتنع واشتراها، هلا هو انا ورطته، يعني شو بده باللفة هلا؟ ان شاء الله بكره بصير الشيخ وبيجي يجيب لفة. بالفلسفة المادية انه انت برافو عليك، انت بائع منيح لانك اقنعته بشراء اللفة. هلا صرت فهيم، هي الفلسفة المادية. قائمة على يعني رأس المال، تجمع أكبر رأس مال بإيدك. أما الفلسفة الإسلامية أو الدين الإسلامي قائم على النفع. الدين الإسلامي إذا إجا قال لي أستاذ والله أنا بدي أشتري منك هذه اللفة، الدين الإسلامي يوجب علي أن أنصحه أنه يا شو اسمك؟ يا أنس أنت ما لك حاجة بهذه اللفة، ليش يعني ليش تدفع مصاريك لشراء؟ يعني والدك مثلا بده هو شيخ بضاعة على رأسه، أخوك. التوجيه الإسلامي بدي أقنعه أنه يا أخي هي أنت عم تدفع مصاريك في شيء أنت ما تفيد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. والعلماء قالوا يجب على كل بائع إذا باع سلعة إذا كان فيها عيب أن يبين عيبها للزبون، وإذا ما بين هذا العيب هو آثم. مو بس البائع، قالوا على كل من علم عيب هذه السلعة. يعني واحد شقيع قاعد بمكتب عقاري تبع سيارات، في سيارة مقصوصة بدها تنباع، وهذا الشقيع بيعرف ولا إجا زبون ما بيعرف السيارات، وطلع هيك شاف السيارة حلوة، صاحب المكتب العقاري مشان هيك يعني أو المكتب تبع السيارات مشان يعني إيش يبرأ من الأمر، قال له أخي ليك السيارة قدامك شوفها، وسكت هو بيعرف إنه مقصوصة، ما قال له شوفها أخي شوفها، هاي ليك السيارة برا طلع شوفها. بيقوم هذا الشقيع بيقول لك ايه، بيقول له ايه شوف اخي شوف فحصها منيح، هو بيعرفه ما بيعرف شيء بالسياره، اخي هذا مال حاضر حلال، مو هيك؟ حاضر حلال. كل من علم انه السياره مقصوصه وكان حضران هالبيعه يجب شرعا يقول له لهزبون اخي شوف هي السياره اذا كانت جيده بيقول له جيده بس هي مقصوصه، واذا ما قال له آثم. التوجيه الاسلامي يدعوك الى ان تنفع ما استطعت من حولك من الخلائق. الفلسفة المادية تدعوك إلى أن تكسب مال، حلال حرام ما في مشكلة، نسروا لما نتآزوا ما في مشكلة، وإذا شي مرة فكروا بالنفع مو مشان النفع، مشان المكسب، إنه أخي هذا زبون ومهبر اللي مصلحة هلا انفعه مشان يرجع لعندي، مشان رد أخذ منه مصاري. فالتفكير كله تفكير مادي. فاجتهدوا يا شباب ويا اخوان ان تنفعوا الاخرين. كيف انا بدي انفع لك؟ والله يا اخي يا استاذ في ضائقه هلا والناس خلقه دائان، والله الواحد ما له عرفان شو بده يدبر حاله، عم يمشي بهالطريق وحاكي حاله مزبوط. بس انت لما بتتصل بالله عز وجل والله عز وجل هو النافع، بتقوم بتتخلق باخلاق الله تعالى. لما بصير عندك جلسات ذكر طويله، انا جليس من ذكرن، فبصير انت الله كريم تأخذ من كرمه، الله رحيم تأخذ من رحمته، الله لطيف تأخذ من لطفه، الله نافع تأخذ من نفعه وتنفع الآخرين وهكذا. بس إذا واحد بعيد عن الله ما ضعيف كثير، نفعه للآخرين يعني ضعيف. قال ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا، إن لم تنفعه فلا تضره. هب بأن إنسانا عجز عن النفع، بس أقل شيء لا تسبب لهم ضررا. إذا ما قدرت تنفع الناس بس لا تسبب لهم ضررا. وإن لم تفرحه فلا تغمه، يا جيب له خبر حلو يا أما في طالبة بأحد المدارس شاطرة لما قدموا مذاكرة يبدو هالبنت ما لها دارسة منيح فأخذت علامة مو منيحة، يوم توزيع العلامات كانت غايبة، رفقاتها استغربوا قالوا لها يا أنسة هي أكيد هيك فلانة هي العلامة، قالت لهم إيه
حتى أنا استغربت وصححت الورقة مرتين وهيك علامته. هلأ تاني يوم إجت البنت على المدرسة قالت لهم لرفقاتها الأنسة عطيت العلامات؟ قام هن غيروا الموضوع، ما بدهم يقولوا لها أنه علامتك مو منيحة، غيروا الموضوع ونسيت. وتاني يوم وتالت يوم وجمعة لك يا بنات ما وزعت العلامات الآنسة شبكون كمان يغيروا لها الموضوع. والله منيح هذا فهم يعني. هلأ لاحقا قالت لها يا أنسة ما عطيتينا العلامات؟ قالت لهم بلا رفقاتك ما قالوا لك. مع هيك برافو عليك، أنت حاول لا تحمل خبرا يزعج الآخرين، وبالتالي أنت لا تكون سبب في إزعاج الآخرين. إن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. لا تحكي على حدا بالنقص ولا حدا بالعيب، أخي بس هو في عيب هذا الزلمة، كلنا عيوب. ولا تنسى أنك أنت ملان عيوب، إذا كمان بدك تحكي على عيوب الناس، والناس كمان لها عيون ولها ألسن تتكلم على عيوبك. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متأسين بسنته، مقتدين بسيرته، منتهجين نهجه. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.